عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أروي عن سيد العابدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال: ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام ازدلف إليه 30,000 رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة، كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون، حتى قتلوه بغيان وظلما وعدوانا. وروى الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن الإمام علي بن الحسين قال: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: قبلت جدتك السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، قالت: فلما ولدت الحسن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أسماء هاتي ابني. قالت: فدفعته إلي في خرقة صفراء فرمى بها وقال: ألم أعهد إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ ودعا بخرقة بيضاء فلفه بها، ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وقال لعلي عليه السلام: بما سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله. قال: وما كنت لأسبق ربي عز وجل. قال: فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام فقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: يا محمد، علي منك بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدك، فسم ابنك باسم ابن هارون. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما اسم ابن هارون؟ قال جبرائيل: شبر. قال: وما شبر؟ قال: الحسن. قالت أسماء: فسماه الحسن. قالت أسماء: فلما ولدت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بالحسين عليه السلام نفستها به، فجاءني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلم ابني يا أسماء. فدفعته إليه في خرقة بيضاء ففعل به كما فعل بالحسن. قالت: وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: إنه سيكون لك حديث: اللهم لعن قاتله، لا تعلمي فاطمة بذلك. قالت أسماء: فلما كان يوم السابع جاءني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل أمي ابني؟ فأتيته به ففعل به كما فعل بالحسن، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملاح، وأعطى القابلة الورك ورجلا، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وحلق رأسه بالخلوق، وقال: إن الدم من فعل الجاهلية. قالت: ثم وضعه في حجره، ثم قال: يا أبا عبد الله، عزيز علي. ثم بكى، فقلت: بأبي أنت وأمي، فعلت في هذا اليوم وفي اليوم الأول، فما هو؟ قال: أبكي على ابني هذا، تقتله فئة باغية كافرة من بني أمية، لعنهم الله، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة،
يقتله رجل يلثم الدين ويكفر بالله العظيم. ثم قال: اللهم إني أسألك فيهما، اللهم إني أسألك فيهما، اللهم إني أسألك فيهما ما سألك إبراهيم في ذريته، اللهم أحبهما وأحب من يحبهما، والعن من يبغضهما ملء السماء والأرض. وروى ابن قلوي عليه الرحمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الحسين عليه السلام اجتدبه إليه، ثم يقول لأمير المؤمنين: أمسك، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول: يا أبا لم تبكيه؟ فيقول: يا بني أقبلوا موضع السيوف منك، أقبلوا موضع السيوف منك وأبكيه. قال: يا أبتا وأقتل؟ قال: إي والله وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبا فمصارعنا شتى؟ قال: نعم يا بني. قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قال: لا يزورني ويزور أباك وأخاك، وأنت إلا الصديقون من أمتي. وروى ابن نما عليه الرحمة في مثير الأحزان عن ابن عباس قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه، ضم الحسين عليه السلام إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه ويقول: ما لي وليزيد؟ لا بارك الله فيه، اللهم لعن يزيد. ثم غشي عليه طويلا وأفاق وجعل يقبل الحسين وعيناه تدرفان ويقول: أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي الله عز وجل. وروى الشيخ الصدوق عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: بين أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ التفتا إلينا فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن ولطمي فاطمة خدها وطعنت الحسن في الفخذ والسم الذي يسقاه وقتل الحسين. قال: فبكى أهل البيت جميعا. فقلت: يا رسول الله، ما خلقنا ربنا إلا للبلاء. قال: أبشر يا علي، فإن الله عز وجل قد عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكاه ونعاه قبل يوم مقتله، فكيف به لو كان حاضرا يوم العاشر من المحرم؟ ولو كان حاضرا لكان هو المعزى فيه، فساعد الله قلبه في مصابه بالحسين عليه السلام. هذا وقد رأته بعض زوجاته وبعض أصحابه في المنام بعد مقتل الحسين
عليه السلام، فرأوه باكيا حزين القلب أشعثا أغبار لمصاب الحسين عليه السلام. وروي أن سلمى قالت: دخلت على أمي سلمى وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا. وروى عمار بن أمي ابن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصى ذلك اليوم، فوجد قد قتل يومئذ. وروي عن عامر بن سعد البجلي قال: لما قتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال: إن رأيت البراء بن عازب فأقرئه مني السلام وأخبره أن قتلت الحسين بن علي في النار، وإن كان الله يسحت أهل الأرض من بعذاب أليم. قال: فأتيت البراء فأخبرته، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور بي. وروي عن ابن الهبارية الشاعر: اجتاز بكربلاء فجعل يبكي على الإمام الحسين وأهله، وأنشد شعرا يقول فيه: أحسين والمبعوث جدك بالهدى، قسما يكون الحق عنه مسائلي، لو كنت شاهد كربلاء لبذلت فيه تنفيس كربك جهد بذل الباذلي. ثم نام في مكانه فرأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال له: يا فلان، جزاك الله عني خيرا، أبشر، فإن الله قد كتبك ممن جاهد بين يدي ابني الحسين عليه السلام. وجاء في بعض زيارات الأئمة عليهم السلام: يا موالي، لو عاينكم المصطفى وسهام الأمة معرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم، وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامته، وشهيد فوق الجنازة قد شكت بالسهام أكفانه، وقتيل بالعرى قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبل في السجن ردت بالحديد أعضاؤه، ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروي عن بشر بن حدلام
أن الإمام زين العابدين عليه السلام لما جاء من الأسر وأراد دخول المدينة وجهه إليهم فنعى الإمام الحسين عليه السلام، قال: فلم يبقى في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا برزن من خدورهن وهن بين باكية ونائحة ولاطمة، فلم يرى يوم أمر على أهل المدينة من، وسألوه: من أنت؟ قال: فقلت: أنا بشر بن حذلم، وجهني الإمام علي بن الحسين وهو نازل في موضعي كذا وكذا مع عيال أبي عبد الله الحسين ونساءه، قال: فتركوني مكاني وبادروني فضربت فرسي حتى رجعت إليهم، فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع، فنزلت عن فرسي وتخطيت رقاب الناس حتى قربت من الفسطاط، وكان الإمام علي بن الحسين داخلا، فخرج وبيده خرقاه يمسح بها دموعه وخادم معه كرسي، فوضعه وجلس وهو مغلوب على لوعته، فعزاه الناس فأومأ إليهم أن اسكتوه، فسكنت فورتهم. فقال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فارتفع في السماوات العلا وقرب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الأمور وفواجع الدهور وفجائع الدهور، وجليل الرزق وعظيم المصائب، أيها القوم، إن الله وله الحمد ابتلانا بمصيبة جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة، قتل أبو عبد الله وعترته وسبيا نساؤه وصبيته وذاروا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان، أيها الناس، فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ أم أية عين منكم تحبس دمعها وتظن عن انهمالها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، وبكت البحار والسماوات والأرض والأشجار والحيتان والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون، أيها الناس، أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحن عليه؟ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام؟ أيها الناس، أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن الأمصار كأنا أولاد ترك أو كابول.